وسهلا بك يا عزيزتي المشاهدة. اليوم راح نسوي الكاب كيك هذا اللي تشوفيه أمامك. هسه أنطيكي طريقة العمل والمقادير. عندنا مقادير الكاب زبد، نحتاج 3.5 استكان طحين، نحتاج 4 استكان شكر، بيض عدد 2، عندنا الكاكاو نحتاج 8 ملاعق طعام كاكاو، و2 استكان حليب، وبيكنج باودر وفانيليا. هسه راح اخلي السكر فوق هذا الزبد واخفقهم مع بعض، بعدين اضيف لهم البيض. بعد ما انتهيت من خفق الزبد والشكر والبيض وضفت له الحليب، انتهيت من خفق هذه المواد. هسه عندي الطحين والكاكاو، راح اضيف الكاكاو على الطحين، اضيف له 2 كوب من البيكنج باودر، 2 كوب بيكنج باودر، 2 كوب من الفانيليا. أخلط هذه المواد مع بعضها وأضيفها فوق هاي العجينة الأولانية وأخفقها كلها إلى أن تتجانس العجينة. بعدين راح أفرغها بالقوالب الخاصة اللي جهزتها. هذه القوالب، هذه قوالب بلاستيك، إذا ما متوفرة عندك موجود القوالب الورق تقدرين تستعملين قوالب الورق. خليها بهذه القوالب. بعدين راح اخليها بالفرن درجة حرارة 175، سخنت الفرن درجة حرارة 175 واشويها لمدة 20 دقيقة، بعدين اطلعها من الفرن واخليها تبرد. هسه راح اضيف هذه المواد واكمل العجن واخليها بالفرن الكيكة. مثل ما تلاحظين صارت عندي العجينة جاهزة، هذه هي العجينة الكيك جاهزة. هسه راح أجي أضيفها على القالب، القوالب اللي عندي، أخذ بالمعلقة شكل وأفرغ، أحاول يعني لا أمليها كلش، 3/4 القالب، لأنه راح تنتفخ وترتفع الكيكة بالفرن. بعد ما انتهيت من توزيع عجينة الكيك على هذه القوالب، هسه راح اخليها بالفرن واطلعها من الفرن وانتظرها الى ان تبرد. بعدين راح اخلي الكريمة اللي هسه راح ابدي اجهزها واخليها بالثلاجة تبرد هي ايضا. بعد ما تستوي هذه الكيكات راح اخلي عليها الكريمة اللي راح اسويها. هسه راح نسوي الكريمة الخاصة بالكاب كيك. هي عندنا 60 غرام زبد، 100 غرام جبن فيلا ريفيا او اي جبن سائل، عندنا 2 ملاعق طعام قهوة، قهوة دافية 2 ملاعق طعام، 1/2 استكان كاكاو، 4 استكانات سكر مطحون، وفانيليا 2 كوب فانيليا. هسه راح اخلي راح اخلط الزبد الى ان ما يصير عندي مثل الكريمة، وبعدين راح اضيف له السكر واخفقه مرة ثانية الى ان يتجانس ويصبح مثل الكريمة ابيض. بعد ذلك راح اضيف له الجبن. بعد ما خلطت الزبد وضفت له بعدها السكر والكاكاو ايضا وملعقة الطعام القهوة الدافية، صارت بهذا الشكل. عندي 1/2 السكر باقي ايضا. هسه راح اضيف لها الجبن وبعدين راح اضيف باقي السكر واخفقه مرة ثانية الى ان تتجانس عندي الخلطة، واتركها بالثلاجة الى ان يبرد عندي الكاب كيك، وبعدين راح ازينه. والآن عزيزتي مثل ما تلاحظين انتهيت من
الكيك جاهز امامك يا هذا الكيك. هسه راح ابدي اخلي له الكريمه اللي جهزتها وخليتها بالبراد الى ان ما جهزت عندي الكيكه كامله. ازينها بس بهذه الكريمه اللي جهزتها واخليها هكذا. ازينها بهذه الكريمه. ان شاء الله تعجبك وصفتي وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهده.